طيب معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ حازم فتوح وكيل اللاعبين، يقول لنا رأيه فيما يحدث في سوق الانتقالات في الوقت الحالي. أستاذ حازم مشرف ومنور كالعادة. أهلا بيك أستاذ كريم، وسعيد جدا بمداخلتي معاك وبرنامجك الرائع الجميل الحريص دايما يوميا على متابعته يا حبيبي. أشكرك، ونالك التوفيق دايما من نجاح لنجاح. أشكرك شكرا جزيلا. أنا كنت بقول في المقدمة أن سوق الانتقالات السنة دي هو سوق انتقالات هادي، كل نادي بيجيب اللي فيه او اللي عايز يستفيد منه، مفيش مبالغات في الاسعار. في اسعار كبيره طبعا بطبيعه الحال، بس مش مبالغات كبيره. تتفق ولا تختلف؟ انا اختلف تماما، انا اتفق تماما، اسف، اتفق تماما معاك في وجهه نظرك. وبالعكس انا شايف ان النظره دلوقتي للصفقات اصبحت اكثر واقعيه من الانديه عن السنوات الماضيه، فانا بايدك تماما في وجهه نظرك. وده شيء ايجابي وجميل يحسب طبعا مش معظم الانديه، بس غالبيه الصفقات اللي تمت كان فيها واقعيه في الارقام صحيح الخاصه بالانتقالات. صحيح. طيب كان دايما يتقال زمان هو السبب في ارتفاع اسعار اللاعبين وكلاء اللاعبين اللي بيبداوا يسوقوا ويبداوا يشتغلوا ويبداوا يعلوا هنا ويعلوا هنا ويروحوا هنا، كان دايما وكلاء اللاعبين يعني تحت طائله الاتهام في هذا الامر، رايك ايه؟ انا اؤيدك برضو في الحته دي، ومش كل وكلاء اللاعبين طبعا، هو في يعني ده اسلوب بعض الوكلاء بيتبعوه لرفع قيمه اللاعب او لاجبار نادي معين او توجيه الصفقه لنادي معين، فيبدا يزايد بالنادي منافس بنادي اخر بحيث ان هو يضغط على النادي ان يتم الصفقه او رقم معين عايز الصفقه تتم بيه. لكن الملفت والواضح جدا ليا بوجهه نظري في الموسم ده ان الانديه بدات تتفهم هذه الطريقه ولم تعد تجدي نفع مع الانديه، فبقى في نظره انا بشايفها دلوقتي، انا شايف حاجه مهمه جدا بدات الانديه تتعامل، بعض الانديه بصراحه او معظمها، اللي هي نظره استثماريه كمان للصفقات مش بس الفنيه. يعني ايه المانع ما يكون فايده فنيه من لاعب ويكون في مردود استثماري في المستقبل للاعب؟ فانت لو تبص لاعمار اللعيبه معظمها تلاقي الانديه الكبيره كمان بدات تنزل، مش لازم الاسم يكون كبير، لا اعمار صغيره اللعيبه مستوى فني جيد مع الوقت اقدر ان انا اسوق اللاعب داخليا او النادي خارجي واستفيد، يعني النادي يستفيد فنيا وماديا في الوقت لنفسه، ودي حاجه جميله. يعني انا لاحظت في الانديه كتير انه ما بقاش يهتموا بالاسامي رغم انا، ويكون الصفقه مثلا يعني اذا معلش في صفقات انا بسميها صفقه سوشيال ميديا، ايوه تبقى يعني الهدف منها بس يعني السوشيال ميديا والناس تقول فلان جه ولا ايه فلان، لا النادي بقى دلوقتي باقصى واقعيه لم يعد يستجيب لضغوطات السوشيال ميديا في حقيقه. يعني وانا شفت ده يعني نادي او ناديين من الانديه المصريه كان في عليهم ضغوطات كبيره جدا من السوشيال ميديا لتوجيههم للاعبين باعينهم ولم يحدث استجابه، بل ادارات الانديه اتجهت الى اللاعب اللي فيه فايده فنيه واللي ممكن بعد كده اقدر استفيد منه كجانب مادي، وده صحيح. الانديه في اوروبا بتعمل كده يا استاذ كريم، يعني صحيح. الانديه في اوروبا صفقاتها بتبقى مدروسه، انا عارف اللاعب ده اقدر اجيبه في السن ده عشان بعد سنه ثلاث سنين خمس سنين ممكن يجيب لي عائد اكتر من فلوس دفعتها فيه، يبقى انا استفدت فنيا في الفتره اللي لعب معايا فيها واستفدت ماديا بعد كده. صحيح. ملاحظ كمان انه في انديه كثيره في الدوري الممتاز بدات تتجه ل لاعبين دوري الدرجة الثانية، يعني بدأوا يشوفوا اللعيبة اللي تحت ويجيبوا لعيبة ويجربوا لعيبة ويقول لك الأمور تسويقية في المستقبل ممكن أستفيد. برافو عليك. هو ده اللي أنا بتكلم فيه. هو دلوقتي في هذه اللحظة هو ما بصش لبس الاسم اللاعب، لا هو بص إن شاف فيه لاعب عنده عين فنية، إن عندها رؤية ثاقبة، إن شاف إن اللاعب ده فيه موهبة مع سنوات المشاركة مع الخبرات اللي اكتسبها هيقدر بعد فترة معينة اقدر ان انا اللاعب يوصل معايا القيمه السوقيه بتاعته رقم معين، يبقى انا استفدت من اللاعب فنيا وماديا. صحيح. ما بصش ساعتها لاسم اللاعب ولا النادي اللي جاي منه اللاعب، احنا في الاول كنا انت عارف يعني في السنوات القريبه الماضيه كان الامور بتمشي بالطريقه اللي كنا بنتكلم، ودي طريقه خطا. صحيح. فانا بصراحه يعني بس مش عايز اذكر اسامي انديه، لا يعني في انديه لم تستجب تماما رغم ضغوطات شديده، وكنت انا بتابع الموضوع ده وماشيين بهدوء عارفين احتياجاتهم ايه في المراكز اللي هم عايزينها وبياخدوا الانسب للنادي حاليا ومستقبليا. صحيح. طيب استاذ حازم، انا كنت عارف ان انت كنت تبحث عن عرض لمحمود علاء في الخليج، لماذا لم تتم اي صفقه بالنسبه لمحمود علاء في الخليج وانتقل اليوم رسميا على سبيل الاعاره الى نادي الاتحاد السكندري؟ والله اول حاجه انا كان مساله ان ابحث، انا ما كنتش عشان اوضح لحضرتك، هو حضرتك ممكن دي معلومات تداولتها المواقع وسائل الاعلام لكن ده غير صحيح اطلاقا، وانا بقولها من خلال برنامج حضرتك. انا محمود اخ عزيز وغالي وتربطت بيه صداقه، وبالعكس انا واحد من الناس اللي لما سئلت بشكل ودي من احد الاصدقاء بخصوص كان عرض الاماراتي، فانا قلت يعني هو النادي الاماراتي كان
متجه بنسبه 70% لاحد اللاعبين الاجانب. لسبب او اخر تم يعني اللي زج باسم الكابتن محمود علاء في الموضوع. وعشان كده انت حضرتك لو طرح حتى ان الصفقه لم تتم، لكن هي لم تكن بحث يعني المحمود، ان انا اول حاجه مش وكيل محمود علاء بس الوضعيه حضرتك، انا لست وكيل وانا طبيت صداقه باللاعب ولم اكن من قريب او من بعيد يعني داخل في اي صفقه خاصه بمحمود. صحيح. ومحمود علاء لاعب كبير طبعا زي ما حضرتك عارف، وقدم كتير لنادي الزمالك ومنتخب مصر، ومتوقع له ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله في الفتره دي مع الاتحاد السكندري ويرجع تاني النادي. وبتاع محمود مستواه يعني مش محتاج راي، يعني الجميع عارف محمود علاء لما بيكون في مستواه بيبقى عامل ازاي. صحيح. ونال التوفيق ان شاء الله. صحيح. استاذ حازم فتوح وكيل اللاعبين، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. زي ما قلت لكم